العرض. نحن مجموعة الشركات محافظة نينوى المتمثلة برابط محافظة نينوى، رابط صرافين محافظة نينوى. قمنا وبحمد الله بمساعدة جميع الشركات بتأمين سلات غذائية للمحتاجين والفقراء في ظل هذه الظروف اللي تمر بها المدينة، والحمد لله تفاعل الشركات محافظة نينوى المتوقفين عن العمل حاليا ويقومون بهذا العمل الخيري لفقراء مدينتنا وللمحتاجين. وبفضل من الله أكملنا عدد كلش كبير، اليوم وصلنا تقريبا 1200 سلة، والعمل مستمر بدعم من شركات محافظة نينوى، شركات الصرافة في محافظتنا العزيزة. ونتمنى من جميع أهالي نينوى من الميسورين والأغنياء أن ينظروا بعين الاعتبار في هذه الظروف اللي يمر بها البلد، لأن في ناس قوتهم يومي، هذول متوقفين وقاعدين بالبيت ما يقدرون، يعني ما يجيهم دخل 1000 دينار باليوم. يا ريت من الأغنياء الموجودين بهذه المدينة ينظرون لهذه الشريحة الفقيرة ومساعدتهم في ظل هذه الظروف.